المتابعة حول هذا الموضوع معنا من أربيل المحلل السياسي جبار المشهداني. أهلا بك أستاذ جبار. أستاذ جبار، إذا لا يزال الجدل دائرا حول الدوائر الانتخابية، أنتم في كردستان كيف تراقبون هذا الاختلاف بين الكتل السياسية حول هذا الموضوع؟ مساء الخير وشكرا جزيلا. الحقيقة قبل أن أتحدث عن قضية الخلاف في قانون الانتخابات، محاولة الطبقة السياسية تصدير أن الانتخابات القادمة هي القضية الأساسية وهي ما يعول عليه الجمهور وهي الأساس، هي محاولة مكشوفة الأهداف. اليوم العراق يمر بمجموعة منعطفات وتحديات سياسية واقتصادية وأمنية كبيرة تجعل من المستحيل إجراء انتخابات عادلة، والجميع يتحدث عن انتخابات عادلة وفق قانون انتخابي عادل وشفاف. وحتى كلمة السيد رئيس الجمهورية اليوم عندما تحدث عن ضرورة وجود عقد اجتماعي جديد يرتب العلاقة بين المواطن وبين العملية السياسية، لكن أي عقد اجتماعي جديد سيد جبار لابد له من انتخابات جديدة يعني، وطبقة سياسية جديدة يختارها الشعب حتى يأتي هذا العقد الاجتماعي الجديد، وحتى هذه الطبقة تغير مثلا الدستور، الأمور الخلافية في الدستور، أليس كذلك؟ سيدتي العزيزة، حتى نسوي انتخابات وحتى نسوي إزاحة بالطبقة السياسية لازم يكون أكو ظروف صحية ومناخ آمن لقيام وتنظيم مثل هذه الانتخابات. في ظل وجود الطبقة السياسية الحالية التي تتحكم بالسلاح، تتحكم بالاقتصاد وبالإعلام، وهي التي تضع القانون، وحتى يعني ما طرح من آراء اليوم بعض المختصين بالانتخابات يرون أن مثلا المقترح الدوائر المتوسطة هو بدعة ليست موجودة في دول العالم. المطلب الجمهوري الأساسي كان الدوائر الفردية المتعددة لكي نضمن وجود مرشح أو نائب في مجلس النواب يمثل كل قضاء في العراق. إذا عجزت الطبقة السياسية عن إكمال ملحقات القانون بقضايا الفنية المتعددة ومنها حسم قضايا معظم عندنا 80 قضاء غير محسوم لحد الآن، لا توجد قاعدة بيانات لمعظم الأقضية العراقية، هناك حساسيات مناطقية ومناطق متنازع عليها ومناطق يراد بها أن تلحق إلى هذه الكتلة أو تلك، كل هذه المشاكل لن تفضي إلى انتخابات يريد منها الجمهور تحقيق إزاحة سياسية وإيجاد طبقة سياسية جديدة. إذا مضينا بهذه الانتخابات وفق هذا القانون ووفق عدم وجود حالة من العدالة السياسية والاقتصادية والمالية أيضا، معنى ذلك أن الإزاحة التي ستتحقق وفق الانتخابات المقبلة لن تكون أكثر من 10%. وهذا لن يحقق يعني المطلوب، 30 نائب أو 40 نائب جديد. نعم أكيد لن يحقق المطلوب. طيب، يبدو أن ذلك كان يعني ما حاول أن يقوله رئيس الجمهورية السيد برهم صالح أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، يعني ركز على الفساد، دعا إلى إقامة تحالف دولي ضد الفساد على غرار التحالف الدولي ضد الإرهاب. كيف قرأت هذه الكلمة، الأمور التي ركز عليها رئيس الجمهورية فيها؟ يعني فخامة الرئيس عرض المشهد السياسي العراقي بطريقة جيدة وبأداء جيد أيضا، لكن ركز على بعض الأشياء التي حصلت واعتبرها منجزات، ومنها تشكيل الحكومة الأخيرة برئاسة السيد الكاظمي. هو بحد ذاته ليس منجزا، ما سيرشح عن هذه الحكومة، ما ستنتجه هذه الحكومة بالملفات التي صدت لها هو هذا المنجز. لحد هذه اللحظة احنا عندنا مشاكل حقيقية بالقصة الأمنية بالسلاح المنفلت. اليوم أمريكا تهدد بإغلاق سفارتها وبالقيام بعمليات رد واضح، رئيس الجهاز القضائي يلتقي بالسفير الأمريكي، أكو مجموعة مؤشرات خطيرة. الآن يراد تصدير ملف الانتخابات وكأنه هو الأولوية. لو كان الظرف في البلد ظرف اعتيادي آمن ونتحدث عن انتخابات ودوائر متعددة ودوائر فردية كان يمكن أن يكون مقبول، لكن هناك ملفات لها يجب أن تكون لها الأولوية، خاصة ملف حصر السلاح بيد الدولة، ملف الفساد. نعم تفضل اسم. نعم المحلل السياسي الأستاذ جبار المشهداني، أشكرك جزيل الشكر.